نشرة الأخبار مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم، والبداية بعناوينها. رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة، يتبادلان فيها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ويستعرضان آخر التطورات في فلسطين المحتلة. وزارة التربية الوطنية تكشف عن تواريخ إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي رفض الجزائر لكل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في سجون الاحتلال. في تفاصيل النشرة وبداية، تلقى السيد رئيس الجمهورية أمس مكالمة هاتفية من أخيها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الخير والازدهار. وبدوره أعرب السيد الرئيس بالمناسبة ذاتها عن تهانيه الخالصة للرئيس السيسي وتمنياته للشعب المصري الشقيق بالهناء والتقدم. واستعرض رئيس الجمهورية خلال هذه المكالمة مع نظيره المصري آخر التطورات في فلسطين المحتلة ولا سيما بقطاع غزة. تعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للسنة الدراسية 2023-2024 أن تواريخ إجرائهما تكون حسب الرزنامة التالية: شهادة التعليم المتوسط من الاثنين الثالث جوان إلى الأربعاء الخامس جوان، أما شهادة البكالوريا فستجرى ابتداء من يوم الأحد التاسع جوان إلى يوم الخميس الثالث عشر جوان 2024. تلقى وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس اتصالا هاتفيا من المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بفيينا غادة والي، وقد تمحورت المحادثات حول جهود الجزائر من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لظاهرة تهريب المخدرات والاتجار بها في المنطقة. شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في افتتاح أشغال الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تناقش موضوع تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوعي الاجتماعي. هذا وألقت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو كلمة خلال المائدة المستديرة للجنة وضع المرأة، عرضت فيها جهود الدولة في ترقية المرأة والمساواة بين الجنسين. تستمد هذه التجارب الناجحة في الجزائر إطارها القانوني من أحكام دستور 2020، والذي ينص على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وبالتالي تمكينها الاقتصادي، وسعيا منها لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا انتهجت الدولة الجزائرية سياسة تشغيل قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف وفي تساوي الأجر لكلا الجنسين، وتدعيم مسار تشجيع دخول النساء عالم الشغل بدعمهن ومرافقتهن في الولوج إلى عالم المقاولتية، وهذا عبر إطلاق وتنفيذ البرنامج الوطني لتشجيع المرأة على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني بهدف تنشيط ديناميكية إنشاء الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولتية النسوية من خلال تقديم مختلف الخدمات والقروض التي توفرها الدولة. أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في كلمة له خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي رفض الجزائر لكل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في سجون الاحتلال. أود أن أؤكد على الموقف المبدئي لبلد الجزائر. لا أحد، رجلا كان أو امرأة بغض النظر عن دينه أو أصله، أن يتحمل أهوال العنف الجنسي، ومثل هذه الأفعال مدانة بوضوح في ديننا
ويجب أن يواجه المسؤولون عنها عواقب وخيمة في حدود القانون. من الضروري إجراء تحقيقات كاملة في حوادث مثل هذا النوع بمنتهى الجدية والاجتهاد، كما نأمل أن يتم منح السيدة باتن الإذن بزيارة العديد من مراكز الاحتجاز حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين. يوجد أكثر من 3484 معتقلا إداريا محتجزا دون محاكمة، كما أن وجودها في قطاع غزة كان سيتيح لها أن تشاهد بشكل مباشر حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال ونقلها إلى المجتمع الدولي. من شأن هذه المشاركة أن تساهم في رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها الفلسطينيون. وفي تطورات الوضع بغزة، يتواصل قصف الاحتلال الهمجي على الفلسطينيين، حيث ارتقى فجر أمس 7 شهداء وأصيب 20 آخرون بجروح في قصف عمدي طال عشرات الفلسطينيين ممن كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية جنوب شرقي مدينة غزة. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن ارتكاب الاحتلال لـ7 مجازر راح ضحيتها 67 شهيدا و165 جريحا خلال الساعات 24 الماضية، عدوان لم يراعي الاحتياجات الإنسانية حتى في شهر الصيام. التلفزيون الجزائري يقف على جانب من حجم هذه المأساة مع مراسلنا من فلسطين وسام أبو زيد. يبحثون عن الفرحة ما استطاعوا إليها سبيلا، هذا هو حال الأطفال الفلسطينيين في خيام النازحين والذين يقضون شهر رمضان تحت ظروف إنسانية قاسية. الناس نتمنى يجي رمضان وإحنا في الحال هذا، ما لوش طعم. إيش طعم الدم؟ إيش له طعم؟ طعم العذاب اللي إحنا فيه والفرقة والهم والقهر. فالصائمون هنا يبحثون عن مقومات الحياة من مياه صالحة للشرب أو بعض المأكولات النباتية من الأرض في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية وتفشي المجاعة بين الفلسطينيين. إيش بيمتلك النازحين غير المعلبات وشوي وبندورة وحاجات خفيفة؟ ما فيش شيء. إيش بدي يمتلك؟ الناس بتعاني في النزوح، ما فيش يعني، الناس بتعاني بشدة في الوقت هذا. وهذه العائلة الفلسطينية أبت إلا أن تقضي شهر رمضان بين ركام منزلها المدمر رغم الظروف الإنسانية والحياتية المعقدة التي فرضها الاحتلال. قررنا إنه بيتنا مقصوف، ورغم الدمار والردم قررنا إنه نيجي نفطر هنا. كان رمضان له طقوس خاصة، الأجواء رمضان، الزينة، الفوانيس، المائدة، كل أحفادك حواليك. ومهما علت أصوات المدافع والقذائف الإسرائيلية أو علت أيضا أصوات الإسعافات لنقل المصابين والجرحى، إلا أن الفلسطينيين يحاولون دوما العيش بالشهر الكريم رغم كل التحديات وبأقل الإمكانيات. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وفي السودان، تتفاقم وضعية سكان إقليم دارفور والنازحين في المخيمات مع ظهور بوادر أزمة مجاعة في ظل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتعطل وصول المساعدات الإنسانية. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن المواد الغذائية بالمدينة أصبحت شبه منعدمة تماما، وأن المعسكرات التي تأوي عددا كبيرا من النازحين مستها المجاعة وسوء التغذية الحاد، خاصة لدى الأطفال وكبار السن بعد توقف حركة القافلات التجارية. ببالغ التأثر، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ انتقال المصور الفوتوغرافي السابق في وكالة الأنباء الجزائرية أحمد عبدو إلى جوار ربه بعد مرض طويل. وبهذا المصاب تتقدم المديرية العامة للاتصال بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. وتحضيرا للعمليات التضامنية ودعما لجهود الدولة في التكفل باحتياجات المواطن خلال شهر رمضان المبارك وسعيا إلى تقديم الخدمة الاجتماعية اللائقة للعائلات المحتاجة، أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري على مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أوتو ليدر كومباني الممثل الحصري لعلامة شيري.
الاتفاقية ترمي إلى أو ترمي في دعم الهلال الجزائري لمختلف أشكال التبرعات والمساهمات خلال الشهر الفضيل. شراكة استراتيجية تجمع الهلال الأحمر الجزائري اليوم مع علامة شيري الاقتصادية، والهدف منها هو مساهمة علامة شيري في جميع العمليات التضامنية للهلال الأحمر الجزائري كخطوة أولى خلال شهر رمضان، ثم الشراكة ستمتد لطيلة السنة في العديد من المشاريع الغير تقليدية في العمل التضامني والإنساني. نحن كشركة جزائرية 100% نحن ليس فقط باش نستورد، احنا هنا باش نصنع، احنا باش نخلق ثروة، خلق مناصب شغل، في نفس الوقت احنا هنا في العمل تطوعي للمرافقة الهلال الأحمر باش نحاولوا أنه نوصل أكبر عدد ولا من المواطنين، من الناس اللي محتاجة إعانة، من الناس اللي محتاجة دعم. احنا نقولوا باللي رانا هنا دعم للعمل التطوعي، رانا احنا كشركة، شركة مواطنة، شركة جزائرية، وإن شاء الله القادم أفضل. ختاما وفي الرياضة، سحبت أمس بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة قرعة الدور الربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية بمشاركة ممثل الجزائر أو ممثل الكرة الجزائرية وحامل اللقب فريق اتحاد الجزائر الذي يواصل الدفاع عن تاجه القاري. هذا وسيكون اتحاد الجزائر في مواجهة نادي ريفرس النيجيري خارج ميدانه يوم 7 من شهر أبريل في إطار ذهاب الدور الربع النهائي. بهذا نصل إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.